إنه في العديد من المواقع الموجودة عندنا في فلسطين وفي أريحة، في مدينة أريحة بتعود للفترة البيزنطية، واستمرت هذه الحرفية حتى مع وجود أو قدوم الإسلام للمنطقة. فإحنا في مدينة أريحة عندنا تقريبا من أجمل اللوحات اللي وجدت في فلسطين، اللي هي شجرة الحياة والقصر هشام، أرضية الحمام الكبير، وإحنا قاعدين نحكي عن 800 متر مربع موجودة في قصر هشام من الفسيفساء، بألوان جميلة وتصاميم هندسية جميلة، تعتبر قمة بالفن الإسلامي، غنى عن طبيعي فسيفساء قبة الصخرة والمسجد الأقصى اللي بتعود للفترة الإسلامية المبكرة. احنا بنحكي عن القرن السابع الميلادي، اللي هي موجودة عندنا في قبة الصخرة وتقريبا بتغطي حوالي 1200 متر مربع من الفسيفساء، ولكن تختلف عن قصر هشام بأنه تم استخدام فيها الزجاج والفسيفساء المذهبة، جميلة جدا وفي لها رسائل عديدة بترسل لنا إياها ما تحتويه من هذه اللوحات الفسيفسائية. استمر عنا الفسيفساء برضو بوجوده مع قدوم الصليبيين للمنطقة، فكانوا برضو هذا فن وتأثر إن كان بالفن الأوروبي اللي كان موجود بهذه الفترة، ولكن منلاحظ كديش اتأثر برضو بالفن الإسلامي اللي كان موجود عنا في فلسطين. فإحنا بنشوف كديش في تشابه كثير بفسيفساء كنيسة المهد بالفسيفساء اللي موجودة في قبة الصخرة، حتى في بعض الأشكال يعني بتقول إنه كوبي عن قبة الصخرة، وإن كانت جدارية أو إن كانت أرضيات فسيفساء. احنا بنشوف انه استمر هذا حتى بعد رحيل الصليبيين من فلسطين، انه استمر بالفترة المملوكية وبقدوم العثمانيين تقريبا شبه اندثرت هذا الفن وتعوض بالسيراميك خلينا نسميها لحد اواخر 1800 بقدوم الأوروبيين لفلسطين، فبدأ شو إنه في بناء كنائس جديدة وبلشوا يزينوها ويدكروها بفن الفسيفساء خاصة الجدران والأرضيات. فإحنا منشوف بس كل هذه الأعمال اللي تمت بأواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر واستمرت، إنها كانت كلها بأيدي أوروبيين. كل دولة كانت تجيب الفنانين تبعهم اللي كانوا مختصين بالفسيفساء. بقدر أقول إنه في من خلال مشروع كان تم بدعم من الحكومة الإيطالية ومن خلال وزارة السياحة والآثار، تم تدريب أشخاص، 6 أشخاص فلسطينيين على فن الفسيفساء وعلى عملية الحفاظ على فن الفسيفساء. ومن هان أنا بقدر أقول إنه انطلقت إعادة ولادة فن الفسيفساء في فلسطين. حاليا بقدر أقول إنه كثير من المحلات بلشوا يعرفوا شو هو فن الفسيفساء، بلش أشخاص كثيرة يشتغلوا بهذا الفن، وبلشت تنتشر هذا الحرفية والفن الفسيفسائي في فلسطين. فأنا بتمنى أنه طبيعي يصير في اهتمام أكبر لهذا الفن، وأنه يصير منتشر بطريقة أكثر ويتعرفوا عليه، لأنه هو بيحكي برضو قصة فلسطين وبيحكي قصة التسلسل التاريخي لفلسطين. زي ما شفنا احنا من اللوحات اللي موجودة في مركز الفسيفساء اللي حكينا عنها
قبل قليل عن أو شفناها قبل قليل اللي هي من الفترة الرومانية للقرن الخامس للقرن السابع للقرن الثامن. كل هذه اللوحات هي بتورجيك التسلسل الحضاري من خلال الفسيفساء وكيف تغيرت الأشكال والتصاوير والرسائل اللي بتحملها هذه الفسيفساء. فإحنا في هذا المكان يمكن أنه يكون كمتحف مفتوح لطلاب مدارسنا للمجتمع المحلي أنه يطلع على هذه الحرفية وهذا الفن، لأنه بعطي رسالة وبفهم بطريقة سريعة تطور فن الفسيفساء في فلسطين. إحنا في البداية وما بلشنا كان الهدف الرئيسي تبعنا هو الحفاظ على الفسيفساء القديمة لفلسطين. زي ما أنا أعطيتكم مثال صغير بس عن مدينة أريحة كديش عنا كم كبير من الفسيفساء، ولكن كديش يتطلب جهود وبتطلب ناس متخصصين في عملية الحفاظ على هاي. فكان هدف المشروع قصر هشام اللي بلش بال 1999 وخلص بال 2002 إنه تدريب أشخاص فلسطينيين شباب فلسطينيين للاعتناء بتراثهم الثقافي. أنا عندي قناعة إنه عدم معرفة قيمة اللوحات أو المواقع الأثرية اللي موجودة عندنا صعب جدا إنه يمكن إنه نحافظ عليها، لأنه إحنا كثير مشهورين إنه بعقلياتنا إنه هذه حجارة مزتوتة هان وهان وهان، وانت اي واحد يمكن انك تتعرض للانتقاد يوم بشوفوك انك قاعد بترمم موقع اثري يقولوا لك انه ليش عم تصرف كل هالمصاري لحجار مزتوتة في هذا الموقع، افضل انك تسوي تبني فيهم مدرسة او مستشفى او مستوصف او اي او اسوأ الاحوال انك تقول انك انت حتى نزفت شارع بجوز افضل لنا. ولكن التراث الثقافي بيلعب دور كبير في عملية الهوية، وخاصة إنه إحنا هويتنا الفلسطينية معرضة للهجوم، هجوم لأنه عدونا قوي واهتم من هذه النوعية في محي تراثنا الثقافي، ومنشوفها من حد ما نشأت إسرائيل كيف حاولت تدمر العديد من القرى الفلسطينية ومحي آثارهم كاملة بزرع أشجار وتحويلها لأماكن طبيعية. حاليا الوضع أسوأ لأنهم مع الزمن عم بيشتغلوا حتى على مستوى الشباب في عملية محي هويتهم. دائما إحنا يوم ما كنا صغار أنا دائما بقولها إنه في ميتو أو في مثال أعلى اللي إحنا دائما نحب إنه نقلده أو نكون زيه. يوم ما كنا إحنا صغار كنا حتى لو أنها كانت المجلات اللي هي الدور ما بيننا، ولكن في كان الفيجر تبع أو تصوير سوبرمان اللي كان يمكن إنه يساعد الضعفاء، مع أنه جاي هذه التصاوير من أمريكا، ولكن أنا اتجاوزها أنه كانت تصور سوبرمان كأنه بيساعد الأطفال، فإحنا الضعفاء ضد الشر، فإحنا كنا كثير منا حابب أنه يصير سوبرمان. بجوز يوم ما كبرنا شوية صغيرة صرنا نحب أن نكون زي تشيجيفارا في يوم من الأيام. ولكن حاليا اللي احنا منشوفه يعني من شبابنا انه الواحد لانه فقدنا هذه الشخصيات اللي بتحاول تساعد الضعيف ضد القوي او ضد الشر، مش القوي وانما صرنا نشوف انه القوي حتى بشره نحب انه نتقلد فيه. فاحنا ليش؟ لانه منشوف بالقوي هو اللي بعطي فرصة أمام هذا الشباب. فعشان هيك احنا بنلاحظ انه خاصة في بعض الأماكن في فلسطين بنشوف انه الهوية مهمة جدا
بالنسبة لتراثنا الثقافي في تقويتها. وبنفس الشيء انه انت يوم ما بتشتغل في مجالات من هالنوع مش بس بتقوي هويتك وانما بصير في لك شخصية مهمة، شغل انك انت حامل فيه رسالة عم بترسلها لزملائنا لأولادنا لسكاننا. فعشان هيك احنا بنشوف انه دورنا مهم جدا في هذا الاشي، ولكن بنشوف برضو انه مهم جدا في عملية الحفاظ على هذا التراث، لانه يمكن ربطه بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمجتمع معين. فاحنا فلسطين عندنا هذا الثروة اللي ما فيش مش موجودة في بلدان ثانية، ولكن احنا مرتبطين في الديانات السماوية. هذه الأرض انسكنت دائما، وجوهنا هي عبارة عن تسلسل حضاري من الفترة الكنعانية لليوم، فاحنا أصحاب الأرض اللي موجودين في هذا المكان. وهي جمعية أهلية تعنى بحماية الموروث الثقافي الذي له علاقة في الأشغال اليدوية بين قوسين صناعة الفسيفساء. وإحنا بنعرف تاريخ فلسطين مهم جدا منذ الحضارات الأولى في أهمية الفسيفساء في تشكيل التراث الفلسطيني وأهمية وجودنا على الأرض وفي الحفاظ على الهوية الفلسطينية. وأنا أرتقي مثل تلك الصناعة يجب أن يحافظ عليها، وتعنى دائما وزارة الثقافة بشكل عام بسياساتها في الاهتمام في الموروث الثقافي. ونحن في محافظة أريحة كمكتب وزارة الثقافة نعنى دائما بإقامة ورشات العمل والزيارات الميدانية وعمل الدورات في التمكين لفئة الشباب والنساء في تمكينهم من التأهيل في التدريب على صناعة الفسيفساء، وقد قمنا بالعديد من هذه الدورات. ويأتي هذا النشاط اليوم بالتعاون مع تلفزيون فلسطين مشكور جدا، اللي هو دائما موجودنا في الميدان، وهو بعتبره أنا الرائد الأول في الإعلام لبث الصورة التراثية والوطنية للشعب الفلسطيني وتوصيلها. موجودين اليوم، هي من أحد فعاليات يوم التراث الفلسطيني. وجود مثل هذا المكان المميز أول إشي بيشجع على السياحة، بيساعد على زيادة الدخل القومي إذا كان لاقى رواج وتسويق بشكل جاد. فعندما نقوم بزيارات ميدانية للطلبة ولا طلبة الجامعات ولا مؤسسات المجتمع المحلي من خلال عقد الدورات وتسليط الضوء عليه، فأكيد 100% بجسد الحفاظ على الصناعة الموروث الثقافي والتشبث في الأرض، وأيضا إحيائها والحفاظ عليها خاصة في ظل الاحتلال. وإذا تم الاعتناء فيها والتسويق لها بشكل جيد جدا، فهي بتلعب اقتصاديا دور كبير أيضا في دعم الاقتصاد في الدخل القومي للسلطة. الأحداث والفعاليات في فلسطين الوطن عبر شاشة واحدة. تابع كل ما يهمك عبر قناة فلسطين مباشر وصفحتها.